السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احزاب رسول كريم سموة نقدم لكم سلسلة القوارير، الحلقة الرابعة عن ام حميد رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها، وأظلمه فقانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، يعني الزوج، فإنما هو جنتك ونارك. حسنه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشت في وجهه الماء. رواه ابن ماجه وقال الألباني: حسن صحيح. عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنفقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. الأنامل وهي أطراف الأصابع ورؤوسها مسؤولات، أي مسؤولة عما تفعل ومحاسبة عليه. مستنطقات أي ستنطق وتتكلم بما عملت، وتشهد على صاحبها بما فعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه النسائي وحسنه الألباني. زانية أي معترضة متعرضة للزنا متسببة فيه، حيث جعلت الرجال يشرفون للنظر المحرم إليها، وهو زنا النظر، ولربما طور الأمر بعدها للزنا الحقيقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو إثنان؟ قال: أو إثنان. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العوادك والحيض وذوات الخدول. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه واللفظ لمسلم. العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج. وذوات الخدور جمع خدر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. المتاع ما ينتفع به الإنسان ويستمتع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أي وخير متاع الدنيا للرجل المرأة صاحبة الدين التي يفرح بالنظر إليها وبطاعتها له، وهي عفيفة تحفظ نفسها إذا غاب عنها، وأمينة تحفظ ماله، فهذا قوام المرأة الصالحة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. الحج المبرور أي المقبول عند الله تعالى، المستوفي لأحكامه، الخالي من الرياء والسمعة والإثم والمال الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللقاذن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.